your age يعني عمرك. How old are you؟ كم عمرك؟ يمكنك الإجابة كالتالي: I'm وتدخل رقم العمر number years old. مثال: I'm 27 years old. يمكنك الإجابة أيضا: I'm وتدخل رقم العمر فقط I'm 27. إذا كنت لا تريد تحديد عمرك بالضبط يمكنك القول I'm in my early تعني أوائل mid تعني منتصف late تعني أواخر زائد decade يعني العقد. إذا كنت في سن المراهقة يمكنك القول teens العشرينيات twenties الثلاثينيات thirties أربعينيات forties خمسينيات fifties. مثال: I'm in my late twenties. أنا في أواخر العشرينيات من عمري. He is in his mid-30s يعني هو في منتصف الثلاثينيات من عمره. She is in her early teens يعني هي في بداية سن المراهقة. إذا أردت أن تقول أنك تجاوز سن معينة يمكنك القول I'm over وتذكر رقم السن I'm over 20. إذا أردت أن تقول عمرك بالتقريب يمكنك القول I'm almost وتذكر رقم السن I'm almost 20. يمكنك القول أيضا I'm nearly 20. إذا أردت أن تقول لقد بلغت للتو سن معينة يمكنك القول I have just turned وتذكر رقم السن I have just turned 25. باستخدام الصيغة المختصرة contracted form I've just turned 25. إذا أردت أن تقول سأبلغ عمر كذا هذا الشهر يمكنك القول I will turn وتذكر رقم العمر this month. مثال: I will turn 25 this month. باستخدام الصيغة المختصرة I'll turn 25 this month. إذا أردت أن تقول أنا تقريبا في نفس عمرك يمكنك القول I'm around your age.